حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر. كذلك يمر معنا من الأدعية دعاء زيارة القبور. طيب مستفن كايو يعني بزاق القواتناتو مسأت خايو نزمية تزي بدحريو خايو هل حق الله ودزمية تزي شعو طيب كدفن كله مستدفن بدحريو إذ كحفة بالكادو عاقي بركالو نزمية تزي هل إزيسا بزي بدحريو خايو تاي عينت كباخا بر عالو بمن تاي بر تقبر اللو نزي ويتصبوق تقبر تقبر اللو نزمو تسد انتي تقبر له رب سبحانه وتعالى دعاء تقبر له كفت ادعيا يعني ولان بمقابر ندحلف كان كلها وي كتكبر كالي الكا متيكا وي قصد غير كان نت مقابر كتكيد قصد غير كان نت مقابر كتكيد منتي دعاء تقبر لهم نزموت تزياتهم اذا طبعا مشروع ومن السنه اي مالتي ومن السنه اي مالتي فانتي تقبر نحرد ابو قبر حليفك ويد ماني كونيل كخير كان زم سوا زياتهم دعاء تقبر لهم زم اموات زياتهم ويد ماني نخالو السبات كدفني الكخير كا او يعني اتو مسبل كان تاي تقبر نزم اموات زياتهم تاي تقبر لهم دعاء تقبر لهم اولا شيء انت الكات دعاء تقبر لهم كمتي ابسونا زمتنا تبل السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية. الله أكبر. يعني سبحان الله انظر يا أخوان عجيب هنا أدعي أيزي تايتبل أولا سلام تقبر لهم زم نزم أموات المسلمين السلام عليكم أهل الديار يعني هذه الديار هي زي بوتازيع حدش عدكوا يا أخوان سبحان الله حدش عديهم سجيرهم دلو زم سازياتهم قال سبات انتهي مسلم حدث ابن حردة أمويته كأنه إيش كأنه خلاص يعني توديه لذلك قال الجرائد خاصة أنتم عرب قوانكواتهم ببوزخونكم سبات انتهي لهم يصحفوا مالتهم انتقل إلى مثواه الأخير إلى مثواه الأخير زي يعني جيجا زخون الزرار بايو مثوى الأخير سيكون يعني ما جرش يكون إنما هو إيش انتقل من دار إلى دار السبزي كاب حدا بوتانا بحدا بوتا ينتقال غير دلو كاب حدا بوتانا بحدا بوتا يتسقى غير دلو السخان تايو كاب زي حياتنا الدنيا نمتا يتسقى غيرو ناب حياة البرزخ حياة البرزخ انتاي ماتيو زي ابقود قواد مسئتنا يو نسب افتقابرو مسئتنا يو زي حياة زي زنبرو حياة زي الماني اخوان زي الماني حدا هيواتيو لكن زي هيواتي زي خمنت نايمتا هيواتيو ناي حياة البرزخ دبها الهيواتيو حياة البرزخ بهل مش كم زين إحنا بز الدنيا خنبر كلنا حياة الدنيا بهل اتناي قبر دمان حياة البرزخ بهل بدحريو قيامة مستأخلة دمان تاي بهل حياة الآخرة دمان بهل بدحريو حياة الآخرة بهل فاستخان تاي تقبر على خمتيكا نزوم أهل الديار ديار البرزخ البرزخ دلو السبات أبزخل أي عدي سقيرهم دلو السبات نعاتهم سلام تبلوم على خماتي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين لمن يخاخ الدعاة قبر لهم دلخا لمن يخاخ سلام تهبهم دلخا نتم مسلمين نتم مؤمنين دخون سباتخا إزي سلام إزي تقبر لهم دلخا شو انتاي تبل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نحنا إن شاء الله نباخم قصنا مساتينا تبلوم ماتي طبعا إن شاء الله نباخم مساتينا ختبلهم كلها كل سبك موتي لولا أنه حقيقة يعني درس تزي تخون نيرا مونغو درس حد شرح نقبر على نخوي نمبر اكسرسايز كهبكم بهم بل نيرو نزاع حتو زيا نساخ أنتاي تبليا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نحناس إن شاء الله نباخم مزاعتينا تولما لخماتي وما من حي إلا سيموت تخونا حيكا كموتي فلمنتاي نستخى إن شاء الله تبلا لخا لمنتاي إن شاء الله تبلا لخا طبعا إذا على أمرين أولا إن شاء الله تحقيقا نحناسي كان موتنا خمتس خمتكم يتكون منزل لكم يخاتب لهم دلقة لكن الأمر الثاني وهو يعني زرمان دقيق لخوان الزربة مائتي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني على ما متم عليه من الإيمان على ما متم عليه من الإيمان
أفتم ويتكم زلخم أب إيمان أب سلمنا ويتكم زلخم أو أنخن موتسي إن شاء الله بو نباخم مزعتينا تبلماتي بو ميتناس نباخم مزعتينا نزم سازياتهم تبلوم على خمالتي شعون تاي تبل يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين يعني إتهم زحالفوا يخونوا إتهم بدحري تموتسي يخونوا إتهم مسلمين رب سبحانه وتعالى سي يرحمهم الكا دعاة قبل ماتي أسأل الله لنا ولكم العافية نعانا نعخم كارب سبحانه وتعالى عافية خهبنا محرتنا تخهبنا نلمنون رب سبحانه وتعالى قبل ماتي طبعا نتحايد خنا رب سبحانه وتعالى بإيمان كثبته كاب خزينا حياة الدنيا والآخرة قد حنو دعاء قبل الله مالتي أما نتم أموات نسأل الله لنا ولكم ولكم العافية أكتب لهم كل قخاء نتم أموات كأنتي ماتي نعاتهم عافية يعني الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم كي يعزبهم رب سبحانه وتعالى أب عذاب من أنت خيودكو نزم سوازياتهم تايت قبر اللهم اللخة دعاة قبر اللهم اللخة مالتي نزم سوازياتهم دعاة قبر اللهم اللخة مالتي فهذا الأمر يا أخوان سبحان الله يعني أمر دقيق عظيم جدا سبحان الله يعني كثير من الناس يعني انتحر داري خيو دعاء أب قبور يعني حرسي يقبر خاصة بزحات سبات ما شاء الله انتاي قبرو دائما زيارة المقابر انتهى اللو ماتي عاد اللو عاد اللو النبي عليه الصلاة والسلام انتهى له ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنسي كالكلكم نرى زيارة قبر نخيت قبري لما النبي عليه الصلاة والسلام نمنتهى النبي عليه الصلاة والسلام كالكلوم نيرم لك سبات ويدمانتم مسلمين قبر زيارة نخيت قبره لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام كان يخشى أن هؤلاء القوم يأتون إلى القبور فيعبدوه النبي عليه الصلاة والسلام تايفرح نيرم زم سبات زياتهم نفت قبر خيدهم بداية الإسلام سلزنبر مجمري أسلمنا دأتو سلزنبر زم سبات زياتهم نأو خيدهم زم موتات زياتهم من انت عبادة خي قبر لهم من انت عبادة خي قبر لهم من انت خي قزؤوهم نعاءاتهم نتم موتات من انت خي قزؤوهم النبي عليه الصلاة والسلام زيارة القبور كي تقبر لهم كالكلمة نقبر خيت الزائر لهم كالكلمة لمنتهي النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة كاب ديار الحبشة مسمتت كاب عد حبشة مسمتت أم سلمة هجرة جيران إيران حبشة مسمتت مستملست مدينة انتهي لاتهم يا رسول الله أنسي أب حد حبشة سي عجيب نقر رئي لاتهم كاب تزرع أيتهم انتهي نقراتهم مالتي اتهم سبات أب كبر نايتهم صالحين ناتهم سي أفتناتهم انتهي يبنيو مسجد يبنيو فكموتهم كلهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم لعن الله ربي لعنهم إلى اليهود والنصارى زم يهود زم نصارى زم يعني كستان يخونوا زم يهود يخونوا رب سبحانه وتعالى يلعنهم إلى يطردهم من رحمته خفت رحمناته يوصى يوم ربي لهم النبي عليه الصلاة والسلام لمن تاي لأنهم تاي لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد نايتهم أنبياء ناتهم نايتهم صالحين ناتهم قبرس انتهي قيرمو مسجد قيرمو إلا أفتقبرن اتقبرن انتهي قبرلو عبادة يقبرلو ماتهم زخاء تعادة ناتهم حقيقة تعادة نايتهم كفاري مالتهم نعو عبادة يقبرلو تايتب الأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يحذروا مما صنعوا كافتز قبروا وزم سازياتهم سي يتنققوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما عاسي ملمو أفدق موتكو ينميما النبي عليه الصلاة والسلام ملمو كموتهم سقربوا أب أفلق موتهم قلوا الزربا زندا تزربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتم مالتهم لذلك أمر خطير ريرو مجمريع يعني عبادة نخي قبر اللون تقبري تاي قبر نير ماتهم النبي عليه الصلاة والسلام زيارة نخي قبرو كالكلم من زمسا زيادهم شعون تايلهم ألا إني كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها بلو حجي توحيد سلز فلتكم نسخاتكم نزق قبر عبادة خمزي قبر اللون سلز فلتكم دحر داع عبادة غيركم لنا بشرك خمز ودقكم سلز فلتكم دحر داع عبادة غيركم له رب سبحانه وتعالى يقصعكم مخانو سلز فلتكم إيماناتكم ثابت سلز خنا إيماناتكم صنوع سلز خنا حج سلز صنع إيماناتكم تاي قبروا حجي ألا فزوروها بلو زيارة قبروا لأخم حجي نزا قبري زيارة قبروا لأخم طيب نمن تاي دعم حج زيارة نقبر الله نزا قبر زيارة تاي لما النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة نساء آخرات الزخاخركم يا الله أكبر يا
يعني لذلك يا أخوان سبحان الله نحن حرمنا حقيقة، نحن محرومين ينزل لنا لمنتهي، لأننا لا نزور القبور. قبرة النزاير قيمنا الدنيا مفلتنا ينيرنا مالتي، قيمنا زي حياة الدنيا مفلتنا ينيرنا. الدنيا حقيرة مخانا، الدنيا يعني لا تستاهل مخانا، يعني زخل نقبرو زلنا أمونقنا بأسي أمونقنا مفللاي أمونقنا حماق تكبار مكبار زخل نقبرو زلنا انتهي سلزر السعناء مالتي إذا مريت زي أويد ما نزعد زي أسل زر السعناء مالتي. لذلك المؤمن تخبر له ماتي زيارة خبر له نز قبر زي. أولا نتوم مسؤزنا ورسبات كريئة من كلو يعني مريت بلي عوما بتحت قول قول أتيهم. أولا يحسن إليهم نعاءتهم دعاء قبر الله، يحسن إليهم نعاءتهم دعاء قبر لهم إحسان قبر لهم ذم سازياتهم يذكرهم مالتي. الأمر الثاني لأنه يتذكر الآخرة مسؤدماني بوتؤ مخانا إذا بوتازي أدماني يفلت مات يزخاخرا نزا نفسوزيا يزخاخرا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يخيد ناب قبري زيارة ناب قبري يخيد أفت قبر خينو نتم أهل القبور يحتم يبل يا أهل القبور يبل عولوا يبل يا أهل القبور تسمعونو دلخوم يبل هل منكم حد خابخاتكم سي اتي آمال ناتو اتي تسفاناتو زنبورو كل مليئو بموت خابخم سألو دو يبل دحرين تايبل توم سوات مسؤوزا لو يبلهم إذهم سوات زياتهم حج خملو سلايا يكونون يوم يبل لكن تتملو سلايا نيرهم انتاي مبالون يرهم يبلهم كم زيز بلو زلخوا مبالون يرهم. ما من أحد منا كباناسي ولا حد سبيا لن اتتسفناتو مليء وزمو تسبيا لن سبحان الله. ولذلك يا أخوان سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا يعني بعمر طويل على طاعته. لذلك انتحر داري خايا بزحسب تاي ترئيو مالتيو قزاخ كندغيلو أفتاخ تودا أمسكار بيتا قزا يموت الله أكبر. طيب يا أخي سبحان الله زخل بني خايو زخل بيلكايو يعني قليو بدما أن ترئيو سبحان الله ودو يحدسي ويقال يحدسي نتو ودون وينتقال ورحق لخترفو من كل خمر عوام يموت الله أكبر. ما كمل مناهو أتي تسفاناتو قنا أي ملأ أمال ناتو ناية الدنيا أي ملأ لأنه دار هذه الدار دار ناقصة قدو لأي هذا الدنيا زي أصلا قدو لأي. لذلك لذو قدو لزي نحن يعني أبدقهم كلنا انتأي زر الآينا مالتيو كملنا بننا يا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كزاربنا كله انتأي بالمالتيو يبلو يعني ابن آدم لا يملأ عينه إلا التراب له عيننا يا ابن آدم بجيكا حامدت زي كوينو خلا أي ملؤونينا لما انتأي لحر دقاء مئت له وانتأي تتهلو أني يبل بخاخلة مئت هلين لحر كلتا مئة مئة كسلستة بخا مليون تخينو يحريت كلتا مليون تتخو لأنه فلانا اللون دخلت مليون مليونين دحر دا خلتا مليون كوينو أربعة مئة تتخونا ويد مانا سلستة تتخونا تمنيت ناس متى إماتي كل شع يعني ما يكمل أي مال لأني فانتا يخون أطماع ناتو تتسنحو صغيرو يهار قف قف دبلا من ناب الدنيا مالتي. فعزيز هبزين دحر دا أنا قبور قدسو توجهو زيارة القبور دحر دا أجيرو أموات دحر دا أريئو تا يخون ماتي ينرجع يذكر زي أبا لا أنا متشرش أنا تي بازي بالمالتي. فيتذكر الآخرة ويتذكر هذه الدنيا أنها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة حتى خمسة تتكلم ذا الدنيا زي ميزان ناتا تحوت مخاني يفلت السبزي تا يقبر ماتي يكثر من أعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الباري سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه بأعمال صالحة رب سبحانه وتعالى نأوي قرار منا ويعيننا على أنفسنا. يعني حقيقة نحن مشغولين بأمور أنفسنا يعني نأي أخيرا رسعنا بنهاية الدنيا إن أنت نقبر دلنا ماتي بنهاية الدنيا همومنا تشاغل نازلنا ماتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يجعلها رقيقة عند ذكره سبحانه وتعالى ويجعلنا من الذاكرين له سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار من الطائعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا سيئاتنا وأن يتقبلنا في الصالحين ويجعلنا من الصالحين ويصلح نياتنا وذرياتنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.